إسلامنا هداية وقاية منا، إسلامنا حديقة مليئة الأزهار، يجيب كل سائل ومستفت حيور، من الظلام يهتدي إلى التقى إسلامنا حديقة مليئة الأزهار. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ومرحبا بكم أيها الأفاضل في هذه الحلقة الجديدة من الإسلام والحياة، هذا البرنامج الذي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء على أسئلتكم واستفساراتكم واستفتاءاتكم. يسرنا أن يكون ضيفنا في هذه الحلقة فضيلة الشيخ سامي السعدي، أمين عام مجلس البحوث والدراسات بدار الإفتاء الليبية. أرحب بكم شيخ سامي، يا مرحبا بكم. مرحبا دكتور، أهلا وسهلا بك وبكل الإخوة المشاهدين، حياكم الله. أذكر أيها الأفاضل بداية بهواتف البرنامج 021-33-47-401، 021-33-47-402، 021-33-47-403. يمكنكم أيضا أيها الأفاضل التواصل عبر صفحات التواصل الاجتماعي الظاهرة أسفل الشاشة، كما يمكنكم متابعتنا على البث المباشر على صفحتنا في الفيسبوك. لكن قبل البدء أو الشروع في استقبال أسئلتكم واستفتاءاتكم، نريد أن نناقش مع فضيلة الشيخ سامي السعدي موضوعا مهما في الحقيقة. الشيخ سامي، لعلكم تلاحظون بأنه قد كثر في زماننا للأسف، يعني نقولها متأسفين، كثير من المتجرئين على العلم والعلماء ممن لم يلتزموا بالطريق العلمي المعروف في طلب العلم القائم على التلقي وعلى التدرج وعلى يعني المعرفة المنهجية العلمية في اختيار الكتب واختيار العلم. نحن في هذا البرنامج من باب المناصحة لهؤلاء من ناحية، ومن باب التوجيه والإرشاد لعامة الناس ألا يتلقوا العلم إلا من أهله، نريد إن شاء الله نتحدث عن هذا الموضوع. بداية الشيخ سامي، كيف ترى هذا الأمر؟ هل هو فعلا ظاهرة أم إنه شيء مبالغ فيه؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأحييك دكتور مرة أخرى وأحيي كل المشاهدين والمشاهدات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. طبعا هذا الأمر الذي تفضلت بطرحه دكتور، تضافرت عليه نصوص شرعية وشاهده الإنسان في واقع الحال، في الواقع. نعم. فهناك نصوص كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم وأحاديث صحيحة تعرضت لآخر الأزمنة، وتعرضت لعلامات انتهاء هذا العالم والمعروف بعلامات يوم القيامة وعلامات الساعة، ذكر منها في الأحاديث الصحيحة الثابتة الشيء الكثير، ومن ضمن ما ذكر هو يعني انتشار الجهل وقلة العلم. فقد جاء مثلا في حديث في الصحيحين في البخاري ومسلم من رواية أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من أشراط الساعة، أي من علامات يوم القيامة، أن يقل العلم ويكثر الجهل. وفي رواية مسلم أن يرفع العلم، يعني يختفي أو يقل. وطبعا هذا الفراغ الذي يعني يحصل بسبب موت العلماء كما في الحديث الآخر الذي سأذكره إن شاء الله بعد قليل، فإن هذا الفراغ للأسف يمتلئ بالأدعياء ويمتلئ بمن ليس أهلا لأن يجلس في هذا المكان أو يتصدر للإفتاء أو للكلام في المسائل الحلال والحرام أو في مسائل الأحكام وغيرها مما يتعلق بعلوم الشريعة الإسلامية. فهذا الحديث
الذي هو يعني من رواية عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. وهذا الحديث ثابت لا شك فيه، رواه البخاري ومسلم متفق عليه في الصحيحين، ورواه أصحاب السنن أيضا إلا أبا داود رحمه الله جميعا. فهذا يعني ذكرت الأدلة الشرعية والنصوص الثابتة والأحاديث التي يذكرها النبي، ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم تحذيرا لأمته من الفتن التي تحصل عند البعد عن زمن النبوة وعند اقتراب قيام الساعة واختلال الأحوال إلا في النادر. وكذلك الإنسان يرى في الواقع في بلاد الإسلام كثيرا ما يتصدر من ليس بأهل لذلك، إما لدوافع للأسف يعني نفسية أو لحب الظهور أو لرياء وسمعة أو لخدمة أغراض يعني غير حميدة أو غير محمودة. وللأسف هذه النزعات وهذه الرعونات الموجودة في كثير من النفوس البشرية، حب العلو وحب الظهور وحب التصدر في المجالس، وهذه يعني تستغل أحيانا من هذه الجهة أو تلك لتمرير يعني فساد ولتمرير حتى يعني تآمر على هذا الدين وعلى أهله وعلى حملته. فقد تضافرت الخلاصة، أنه تضافرت النصوص الشرعية الثابتة وذكرنا مثالين منها وإلا فهي كثيرة. والواقع أيضا يشهد بذلك في كثير من بلاد المسلمين. ولكن قبل أن يعني ننتقل إلى نقطة أخرى حتى لا يفهم اليأس والقنوط أو ربما يتسلل اليأس يعني في نفوس البعض من هذا الكلام، فإننا نقول إلى جانب ذلك أيضا مع بيان النبي صلى الله عليه وسلم وتحذيره وتخويفه من هذه الفتن وذكر حصولها لا سيما في آخر الزمان، فإنه قد جاءت نصوص كثيرة أخرى بل متواترة تثبت أن الحق باق إلى قرب قيام الساعة، يعني إلى أن يأتي أمر الله بقرب قيام الساعة. فهناك أناس جعلهم الله سبحانه وتعالى يعني مصابيح للهدى، وينفي الله عز وجل بهم وبنشرهم للعلم تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين، وأنه لا تزال طائفة على الحق في هذه الأمة إلى أن يأتي أمر الله. فهذا التدافع الموجود بين أهل الحق وأهل الباطل هو يعني كما هناك صراعات يعني في بعض البلدان تكون حتى بالسلاح للأسف بين المسلمين أو بين المسلمين وغيرهم، إلا أن هناك صراعا من نوع آخر وهو صراع الحجج والمجادلة، وعلى أهل الحق أن يأخذوا أهبتهم لهذا السجال بالمجادلة بالحجج والبراهين والمجادلة بالتي أحسن وبالحكمة التي آتاها الله سبحانه وتعالى لمن أحب من عباده. جزاك الله خير شيخ سامي. هو وإن كنتم أشرتم قبل قليل بعض البواعث، أنا سؤالي التالي هو: ما هو الباعث الذي يدفع هؤلاء المتجرئين الحقيقة، دعني أعبر بهذه الكلمة، لأن يتجروا على العلم؟ هل هناك بواعث ذكرتم أنتم حب الظهور شيء، بس نريدها في لعلها في نقاط حتى يتبين للناس، حتى يكون من باب التوجيه للناس كما ذكرت أنا في المقدمة، حتى يأخذوا العلم عن أهله؟ هذا يعني السبب الذي أشرت إليه. يعني هو سبب يجمع كثيرا من الخصال الفرعية، الخصال المذمومة يعني. يعني هناك يعني دافع يعني حب الظهور هذا أيضا يدفع إليه أكثر من دافع. هناك من يحرص على الظهور من أجل الرياء، من أجل أن ترتفع منزلته بين الناس، وإن لم ينل بذلك شيئا من المادة، يعني هو يحب أن يمدح وأن يقال هو عالم وهو قارئ وهو يعني متميز وهو حافظ وهو ليس لا يشق له غبار في الجدل وفي إقامة الحجج وفي الفصاحة مثلا يعني.
والعياذ بالله، وهذا من المهلكات كما هو معلوم. نعم. وهناك من يعني يطلب بهذا العلم شيئا من أمور الدنيا من المادة يعني. نعم. هو يعني يحرص على الظهور والتصدر لأجل أن يكون في مكان أو في منصب أو في يعني موقع يدر عليه أرباحا، كما رأينا في تاريخنا الإسلامي وفي عصرنا الحاضر أيضا. نعم. بعض التوجهات التي لبست لباس التصوف الحقيقي وجعلت هذا اللباس يعني حرفة يتكسب منها ويرتزق منها ويؤكل من ورائها. كذلك للأسف بعض الناس يعني يملؤون ويتعبون أنفسهم حتى يملؤوا أدمغتهم وعقولهم بمعارف وعلوم هي إسلامية في الأصل، لكنها فقدت روحها وهو الإخلاص وإرادة وجه الله سبحانه وتعالى، فصارت جسدا بلا روح. يوظفون هذه الكميات المعرفية أو المعارف، يوظفونها للكسب يعني. يعني يصبح للأسف الدين والعلم بدل أن يكون من أجل أن ينقذ الإنسان نفسه وأن يرفع يعني إثم ترك فرض الكفاية، فرض من فروض الكفاية عن الأمة، ومن أجل أن ينقذ أهل بيته وجيرانه وأهل بلده والمسلمين جميعا يساهم في إنقاذهم وفي تبصيرهم وفي إنقاذهم من أسباب دخول النار وغضب الله سبحانه وتعالى، يصبح الأمر بعكس ذلك. تصبح هذه العلوم يعني سببا للكسب والارتزاق ونيل المناصب ونيل الحظوة. هذه أيضا يعني من الآفات يعني. طيب يجمعها يعني الرياء أو حب الظهور أو حب التصدر يعني. طيب شيخنا، ألا يوجد يعني على الأقل نصيب مما درسه هؤلاء من العلم، ألا يوجد من بين ما درسوه وقرأوه وتعلموه رادع لهم؟ يعني حتى يعني لابد أن الكثير منهم درسوا وقرأوا وتعلموا وحفظوا هذه الأحاديث التي ذكرت بعضها، ألا تشكل لهم رادعا نفسي يعني داخليا حتى ينتهوا عن عما هم مقبلين عليه وعما يفعلوه؟ نعم لا شك يعني، ومن أعظم ذلك حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، إنما الأعمال بالنيات. نعم. وإنما لكل امرئ ما نوى. نعم. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. ولهذا استحب الأئمة كالبخاري وغيره أن يبدأوا تصانيفهم بهذا الحديث. نعم. وقالوا إن هذا من أجل أن يصحح الطالب نيته من البداية قبل أن يعني ينحرف ويتمكن منه هذا المرض والعياذ بالله. أول ما يلاقيه في هذا المصنف كالبخاري مثلا، كصحيح البخاري، أول ما يقرأ يعني ربما يكون جاء من أجل الدنيا وجاء للطلب من أجل أن ترتفع منزلته عند الناس ومن أجل أن ينال مكسبا معنويا أو ماديا، فإذا به يقرأ إنما الأعمال بالنيات قبل أن يقرأ أي شيء آخر. نعم. فربما يحمله ذلك على تصحيح نيته. ولهذا قال بعضهم: طلبنا العلم للدنيا فأبى الله إلا أن يكون لله، أو طلبنا العلم لغير الله فأبى الله إلا أن يكون لله. ولهذا النية يعني يحتاج الإنسان أن يراجعها دائما. ومن الآفات أيضا والتي عالجها الأئمة بتربيتهم وتوجيهاتهم ومتابعتهم لتلامذتهم وطلبتهم، هو أن الإنسان يعني ينبغي ألا يستحي من أن يقول: لا أعرف هذه المسألة، أو أمهلني، أو أتركها الآن حتى أتأكد. هذا لا بأس. ولهذا الإمام مالك رضي الله عنه ورحمه الله كان قمة في ذلك، حتى ذكروا أنه يعني أجاب في حوالي 40 مسألة في 32 منها بلا أدري، لأنهم كانوا في ذلك الوقت يجتهدون في أغلب الأحوال، يستنبطون من النصوص من الكتاب والسنة وأقوال الصحابة وغيرها. أما إذا كان المسألة يعني موثقة ومدروسة وجاهزة وليس لطالب العلم أو الداعية أو المجيب أو المفتي إلا أنه ينقلها من مصادرها وكان متمكنا ومؤهلا لذلك، فهذا يعني أمره أيسر وأخف إن شاء الله. نعم. ولكن نعم.
يعني نعم هذا يعني موجود هذا الرادع، وأيضا من الأشياء التي يعني تحمل الإنسان على الانتباه لنفسه في هذا المزلق الخطير هو أن تكون علاقته بالله سبحانه وتعالى وبكتابه. العلاقة بكتاب الله سبحانه وتعالى يعني الذي يوقف الإنسان على الجنة والنار من خلال الآيات الكثيرة كأنه يراها رأي العين، وكأنه يخاطب الله سبحانه وتعالى ويقرأ كتابا أو كأنه يقرأ رسالة جاءته من الله سبحانه وتعالى. هذا يعني يجعله يزهد ويفر من أن ينوي بطلب هذا العلم الشريف أن يطلب به شيئا من متاع الدنيا الفاني وعرضها الزائل. نعم جزاك الله خير الشيخ. أيضا سؤال آخر، يعني الآن المتجرئين إن صح التعبير على العلم كثيرون، لكن هل ألا يوجد في المقابل من يوجه لهم النصيحة؟ يعني وجدنا الحقيقة الآن من حيث الواقع وجدنا أيضا أن لهم أذان صاغية من عوام الناس، وقد يترك عوام الناس العلماء العاملين المخلصين المعروفين ويستمعون إلى هؤلاء، يعني ما رأيك في هذا الأمر؟ نعم أنا أشرت إلى شيء من هذا، يعني وهو أن هناك طائفة وفريقا يجعلهم الله سبحانه وتعالى سببا لهداية الناس. نعم. وهذا لأن هذا الدين محفوظ وباق إلى أن يأتي أمر الله إلى آخر الزمان، باقي أن هذا الدين باقي، وإنما بقاؤه ببقاء أهله وحملته. نعم. وسبحان الله دكتور، أنا يعني قرأت عبارة لشيخ الإسلام رحمه الله رائعة جدا، وهي في أول مجموع الفتاوى في بدايات المجلد الأول، ويعني ذكر فيها ما حاصله أن الله سبحانه وتعالى يحبب العلم إلى أقوام ليحفظ بهم الدين. يعني رأينا بعض أهل العلم سبحان الله تستغرب من القوة التي عنده، يعني أحيانا يسهر في بحث مسألة حتى يعني يومين أو ثلاثة يعني، وترى يعني متعبا ومرهقا ولكنه مستريح، كما ذكر الإمام الشافعي عندما قال: سهري لتنقيح العلوم ألذ لي من وصل غانية وطيب عناقي، وألذ من نقر الفتاة لدفها نقري لألقي الرمل عن أوراقي. يعني الله سبحانه وتعالى يقذف في قلوب هؤلاء القوم أهل العلم وأهل الخشية، أهل العلم الحقيقي، يقذف في قلوبهم حب العلم وحب البحث، ولا يبالون فيما يلقون من أجل ذلك. الإمام الشافعي كما معلوم من سيرته يعني تعب كثيرا، الإمام أحمد رحمهم الله جميعا كانوا يعني مرت بهم فترة من الفقر ومن الحاجة، ومع ذلك كانوا مستمرين في الطلب إلى آخر أعمارهم. فهذا شيخ الإسلام يقول الله سبحانه وتعالى يحبب العلم إلى أقوام ليرد بهم البدع والانحرافات والخلل الذي قد يدخل يعني على هذا الدين، لولا أن الله سبحانه وتعالى قيض أناسا يحملون هذا العلم. لا. وكما يقول هو يعني في كلامه يقول: كما يحبب الله سبحانه وتعالى الجهاد إلى أقوام ليحفظ بهم ثغور المسلمين وبلاد المسلمين، يجدون المشاق والمتاعب ولكنهم يتحملون، بل قد يتلذذون بذلك، لأن الله سبحانه وتعالى وضع في قلوبهم حب هذه الخصلة الشرعية من أجل حفظ الدين، حفظ أديان الناس وعقائدهم وحفظ علوم هذه الشريعة من أن ينالها الخلل والتحريف، وكذلك يعني حفظ بلاد الإسلام وأن لا يعتدى عليها من الغزاة ومن المعتدين. ولهذا عندما سألوا عبد الله بن المبارك الإمام المبارك المجاهد العالم المحدث المنفق المتصدق الذي جمع خصالا عجيبة ومتعددة قلما تجتمع في شخص واحد، سئل عن عندما كثرت يعني حركة وضع الأحاديث والكذب في الأحاديث ونسبتها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني انزعج بعض الناس وجاءوه وشكوا إليه، قالوا يعني هذه الأحاديث الموضوعة، يعني ماذا نفعل الآن؟ سيلبسون الأمر على الناس وسيلبسون على الأمة دينها وسنة نبيها صلى الله عليه وسلم. فقال لهم بلهجة الواثق مطمئنا:
قال تعيش لها الجهابدة. يعني هذه لا تباله، يعني هذه الأحاديث نعم يعني جعل الله سبحانه وتعالى ابتلاء وضل بها قوم وأضلوا بها أقواما، لكن الله سبحانه وتعالى يقيض لها جهابدة من أهل العلم يغربلونها، ينفون الباطل والمزيف ويثبتون يعني يثبتون الجيد والصواب والثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا في الحديث وفي الفقه وفي، ولهذا هذا التجديد يعني وعد من الله سبحانه وتعالى على لسان النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال في الحديث الثابت عنه عليه الصلاة والسلام: يبعث الله على رأس كل 100 سنة من يجدد لهذه الأمة دينها. يأتي غبار البدع، غبار الشهوات، غبار الشهوات والشبهات، يعني كيد الأعداء وتآمرهم، لكن الله سبحانه وتعالى بين الحين والآخر، بين الجيل والجيل، يقيض ويبعث ويصطفي أناسا هم ورثة الأنبياء. وإلى ما هي وظيفة الأنبياء؟ هذه الوظيفة الأساسية للأنبياء عليهم الصلاة والسلام هداية الناس بإذن الله سبحانه وتعالى، يعني إنقاذهم من النار، دلالتهم على طريق الخير وطريق مرضات الله سبحانه وتعالى. ولا نبي بعد النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فلم يبق إلا ورثته إلى آخر الزمان كما جاءت بذلك الأحاديث الصحيحة. جزاكم الله خير شيخنا. في لعل بقي دقيقتان على استقبال اتصال، نريد في هاتين الدقيقتين مناصحة لهؤلاء الشباب، وبنفس الوقت توجيه لعوام الناس أن يتلقوا العلم على أهله. نعم بارك الله فيك. يعني هؤلاء يعني مهما قيل فيهم هم إخوة لنا في الدين، نوجه إليهم هذا الكلام أن يصححوا النيات، كما نوجه هذا الكلام إلى أنفسنا وإلى إخواننا وإلى القريبين منا. هذا أمر النية متقلب، يعني كما قال السلف: يعني لم أعالج شيئا أشد علي من نيتي لأنها تتقلب علي، وفي كل يعني لحظة وفي كل حركة يأتي خاطر أحيانا يتحول إلى هم وعزم ويبطل على الإنسان عمله ويكون مأزورا غير مأجور، إن طلب بهذا الأمر ظهورا أو مدحا أو يعني مغنما دنيويا سواء كان ماديا أو معنويا. هذا الأمر الأول. الآخر كما أشرت الارتباط بكتاب الله سبحانه وتعالى، لأنه نلاحظ أحيانا يعني أن الإنسان يهجر كتاب الله عز وجل تلاوته وتدبره وفهمه، وهو العلاج لما في الصدور، كما جاء في القرآن: قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور. يعني ولهذا كان السلف من العلماء والأئمة يبدأون بكتاب الله سبحانه وتعالى ولا يهجرونه أبدا، ولكن يعني رأينا كما رأى بعض أهل العلم الكبار المعاصرين، وذكروا هذا في دروسهم، وفي رأى يعني يرى أحيانا عزوف عن كتاب الله الاهتمام به حفظا وتلاوة وتدبرا وتعبدا وفهما وتطبيقا، يعني ثم يعني الاتجاه إلى مثلا علوم الرجال، وهي وإن كانت من الدين لكنها من علوم الآلة، وهي متأخرة يعني بمراحل ومراتب عن كتاب الله سبحانه وتعالى. وأما عامة الناس فننصحهم أن يرجعوا إلى من اشتهر عنه العلم والدين والورع كما ذكر الأئمة من قبل. أحسن الله إليكم. استأذنك شيخ سامي في استقبال بعض الأسئلة. معنا الأخ محمد من بنغازي، تفضل أخ محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته، مرحبا بك أخي. حياكم الله أفضل تناصح، وحيا الله الشيخ سامي السعدي، لنا زمان ما شفناه لورد يا شيخ. الله يحييك يا أخي الكريم، تفضل يا أخ محمد. كان عندك الله يسلمك. قلت لك شيخ سامي بتفكيري البسيط ومن زمان نفكر فيها على التكنولوجيا اللي خشت علينا هذه، خشت علينا في البلاد هذه. التفكير نقول لو أن دخلت في وقت كانت فيه مثلا حكومة، يعني إذا كانت فيه حكومة مش ظالمة كيف الوقت اللي خشت فيه أنزمة، يعني كانت فيه مثلا حكومة راشدة، أنا كيف تفكيري نقول أن كان حتقوم دراسة للتكنولوجيا هذه قبل ما تخش يشوفوا اللي يقيسوا قصد المنفعة متاحة والمفسدة، يشوفوا هي الأكثر
لمنفعتها او المفسده نتاعها. وفي مقوله اسمها سلاح ذو حدين، هذه نسمع فيها من ناس مدي شيخ مدي مدي اللي يتكلم لنا في الخصوص، وانا مانيش عارف، لكن انا نشوف بالذات خصوصا من بالقياس مجتمع، يعني انت لما تقيسها بقياس شخص مثلا شخص هنا او شخص كنت نقول لك انت حتستخدمها يا شيخ اكيد 100% حتستخدمها في الخير. طيب اخ محمد، نعم جزاك الله خيرا، وصل سؤالك ان شاء الله تسمع الاجابه ان شاء الله. الاخ علي من مصراتة. نعم اخ علي. السلام عليكم. وعليكم السلام اخ علي، تفضل. اسم برنامج الحلقه معلش. برنامج كنا نتحدث عن جرأة كثير من الشباب على العلم وعلى الفتوى في حين انهم ليسوا اهلا لها، وترك يعني عملنا لهم مناصحه لهم وتوجيها للناس حتى تتلقى العلم عن اهله. ان كان عندك مداخله او سؤال اخ علي. والله هو شعب متعلم، لك يحاولون الصدق غريان الدجال هذا بعون الله منصورك. الله المستعان يا اخ علي، لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. تفضل في سؤال اخر. طيب الاخ مصباح من غريان. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. حييك يا شيخ وحيي فضيله الشيخ سامي. يا مرحبا بك اخ مصباح، تفضل. والله يا شيخ بنوجه سؤال للشيخ نفس النص اللي هو الشريط والدسكة والمشابه والسبيو والجيموري لم في اخوان، هل تلزمنا الطهاره ولا لا؟ لا لا سمح لي معلش عود لي. نفس المثل الشريط والدسكة والجيموري والواحد. تمام 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 طيب. طيب هل يلزم منه، هل يلزم له طهارة أم لا؟ طيب حاضر إن شاء الله. يثبتها الطهارة الكبرى والصغرى ولا لا؟ تمام تسمع الإجابة بإذن الله. الأخ حكيم من تجورة. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله، مرحبا أخ حكيم، تفضل. نعرف مبارك دكتور فوزي، نحيي الدكتور حتى هو السلام السعدي والناس الطيبة. يا أهلا وسهلا. الطيبة الفاضلة اللي هي قناة التناصح. مرحبا بك خوي. 17 فبراير وذكر التحرير باذن الله لكل الليبيين. نعم الحمد لله. بالنسبه دكتور فوزي اللي نبيه تو سبحان الله، احنا ديننا طيب ووثقي وكنا حبايب الليبيين، لكن ما طلعتنا تو بعد ما يسمى بعمليه الكرامه. نعم. شوف انت الدواش هما اللي دروشونا بكلمه دواش، دواش اللي دروشوا الناس بجرتنا. ما يسمى بالدواش اللي كانوا في السرك اللي طردوهم واللي قتلوهم رجال ليبيا من ضمن البنيان مرصوص، بارك الله فيهم ورحمة لسلاهم. كانوا في خطين، هم خط واحد اللي هي نتاع الكرامة يقتلوا نفس المقتل نتاع ما يسمى بالدواش، ونفس اللبسة اللي هي اللبسة البرتقالية، ويقول لها احنا نقتلوهم وجايين بالقتل، هذا ما يسمى بالدواش اللي في السرك. ونفس هم ضد الجيش ولابسين يتحدث بهم هذاك الشخص، لابس لبسه كوماندور ثالثه والثانيين اكيد على روسهم، فهمتوا؟ نعم. وبالنسبه ما يسمى بكرامه فقام سبحان الله نفس العمليه، يقول له احنا ركبوا في قلوبهم الرعب وجايينهم زي ما تقول بالقتل، وفي نفس الوقت يصفوا فيهم عيني عينك، معناها تصفيه نفس اللي تصفيه في الفرق ما بين هذا وهذا، هذا هذه النقطه الاولى. نعم. الثانيه شيخ فوزي ما يسمى بالتفجير الماء، هذا قطع الماء الليبيين ما يسمى بمجرمين المقبور، يقولوا لقط الماء الليبيين، فشوف انت ما عندكش حجه ينفجر ينفجر عندي قصدي هذا المجرمين، فنبي تعليق بالله من الشيخ سامي السعدي وربنا يحفظكم وحفظ الله ليبيا باذن الله تعالى. شكرا اخ حكيم، شكرا بارك الله فيك، شكرا. نعم في طيب الاخت امال من طرابلس. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته اخت امال، تفضلي. جزاك الله خير يا شيخنا على المقدمه اللي او شرح التوضيح اللي وضحته لنا، واذا سمحت لي مداخله معكم شويه. تفضلي. يا شيخنا اذا كان الكذب على الله في الرؤيه في الحلم ان يرى الانسان نفسه ما لا راس، يعني جاء فيها حديث ومعناها تخويف شديد منه، فما بالك الكذب في الفتوى وفي ادعاء العلم يعني عند الناس بسهوله، او ان ما يصلش طالب العلم الى مرحله الافتاء ويبدا يفتي على الناس ويضلل فيهم، فيعني جراه على الله مش عاديه، وجراه يعني مش عارفه منين يجيبوا في القوه يعني انهم يجرؤوا على الله بكلام زي هذا. نعم. اذا سمحت لي بس
حتى الناس يعني عليهم مسؤوليه، الناس العاديين اللي يطلبوا في الفتوى، يعني زي ما لما تمشي مثلا تكون تمريض وتمشي لطبيب تبي تعالج. نعم. عادة تنتقي يعني احسن طبيب واكثر طبيب عنده شهادات علميه، متمكن في العلم اكثر، كل ما يكون يعني شهادات اكثر وقاري برا وقاري ما نعرفش واصله وعنده علاجه اكثر، ما تمشيش لي يعني واحد قاعد كيف متخرج ولا واحد قاعد يعني ما مش مزاول. الدين والاخره يعني اولى بان الناس تعتني بها وان تهتم يعني مين تاخذ الفتوى عنها. نعم. يعني من اللي تطمن لها لاخرتها. واذا سمحت لي يعني لو تكون في كل دوله مؤسسات زي مثلا هي دار الافتاء يعني تعتمد من الدوله بحيث انها هي اللي تزكي العلماء وهي اللي تعطي تراخيص بحيث ان يعني مش اي واحد يطلع بهواه يفتي، يكون في يعني زي ما تقول دار الافتاء تعطي تراخيص للمفتين في المدن او في غيرها، واللي يطاول عليه او يتجرأ لامتحان المهنه هذه انه يحول الى تحقيق او الى عقاب او الى غيرها بحيث انه ما يجرؤوش ويزيدوا في افساد معناها النواحي الدينيه في البلاد. واحنا شفنا لوان مثل مداخل هنا في البلاد وصلت لقتل العلماء ولخطف العلماء، وهذا نتيجه تضليل، يعني تضليل بعد ما كان عندنا القمه هذا اللي فرحنا بعد فبراير يعني شفناهم العلماء واستفدنا منهم وكان يعني رحمه من الله على البلاد. فشفنا انهم كيف شوفوا صوره وكيف لعبوا ولقوا بهم هم مش اكثر من عباد للشخص، يعني بيحولوا الناس من عباده الله الى عباده الحاكم. والان بعد ما انفضحوا يعني تماما في السعوديه مش عارفه كيف ما زال في حد يصدقهم في ليبيا، اذا كان رئيسهم يعني عمر قطيط بالسياره فتبعوه المشايخ قالوا معناها عادي يقيد السياره بعد ما منعوها سنين. الان رئيسهم اتضح انه مشى لاسرائيل وما فيش ولا واحد منهم طلع وتسلم، ولا المدخلي هذا ما يطلعش يعلق على زياره اسرائيل. بارك الله فيك اخت تمام. احنا معناها لازم نوقف ووقف المداخل عن حدهم من تضليل لانها الاخره في النهايه مسؤوليه الحاكم يعني حفظ الدين. نعم شكرا اخت تمام حتى نعطي الفرصه. بارك الله فيك، شكرا جزيلا اختي، تفضلي. طيب الاخ عبد الله من مصراته. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، تفضل. أهلا لك فضيلة الشيخ وهذا الأستاذ اللي استقبل مكالمتي وأسرتي هذه المذاعة عن المواقع داخلها وخارجها ولكل مخلص لهذا الوطن الكريم وغالي. بارك الله فيك، تفضل أخ عبد الله، كان عندك سؤال، تفضل. بارك الله، لا والله مش سؤال يعني بتكلم شوية في الموضوع. يعني عجبني كلام الأستاذ اللي كان يتكلم تو اللي يعني قارنت بين الطبيب الحاذق الناجح الخبرة وبين وفي مجال الدين ايضا لازم نوقف الفتوى عن شيخ متعلم وعلم قديم يعني قديم التصرف هو صحيح صحيح اخ عبد الله. وللاسف الناس الرابط اللي عملته الاستاذ بارك الله فيك، للاسف الناس في نعم استاذ الكريم يا شيخ معلش انا بتكلم في الموضوع يا فضيله الشيخ هؤلاء اللي يفتوا عليهم طبعا هم معظمهم من بدون علم هذا المداخلة هم معظمهم رغم عندهم شهادة دكتوراه أو ماجستير على الأقل في الجهل، عندهم دكتوراه أو ماجستير في الجهل، فهم يفتون بدون علم وحفظ الله من شرهم وهم يعني منهم حاجة واحدة، يا من قلتم في 17 فبراير الزم بيتك الزموا بيوتكم وإلا جاءكم الطوفان، والله لن تلزموا بيوتكم جاءكم الطوفان لأن الشباب راهم في وقت 17 فبراير سينتقمون منكم اعطوكم فرصه كبيره اعطوكم فرصه كبيره جدا يا اعداء الثوره يا اعداء 17 فبراير انتم اعداء 17 فبراير وعلى اعداء الثوره والله العظيم شباب 17 فبراير وراحوا اعطوكم فرصه كبيره وراحوا حلمهم طلال حلمهم طلال وحلموا عليكم واتقي غضب الحالم الله المستعان اخ عبد الله بارك الله فيك، نسال الله سبحانه وتعالى ان يحقن الدماء ونسال الله سبحانه وتعالى ان يعني يلم الشمل باذن الله تعالى. الاخ مفتاح من ترهونه، اخ مفتاح تفضل. اخ مفتاح معي؟ طيب الاخ سليم من مصراته. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله، اخ سليم تفضل. بارك الله فيك شيخنا الفاضل الثاني. الله يبارك فيك يا اخي الكريم، تفضل ان كان عندك سؤال. تكلمنا الشيخ الثاني عن الغش في المعاملات والعمل. الغش ورد الحرام، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المال الصالح هي رجل صالح. نعم. بارك الله فيك فيكم بارك الله باذن الله، كان في سؤال اخر. طيب الاخ محمد من طرابلس. طيب انقطع. طيب الاخ صالح من العربان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل أخ صالح. بارك الله فيكم، سؤالنا الأول يعني إضراب المعلمين ووقف للمدارس، قالوا
يعني سعره لا يزول، ما جدران بين قفل المواني النفطية وخسر اللي بين مليارات وبعدين عطوه الحكومة والمؤتمر ما يبقوا. شو الفرق بين قفل المواني وقفل التعليم؟ نبه الشيخ يوضح لنا القفل السبب الفرق بيناتهم. سؤال الثاني حكم غيبة الظلام والمجرمين والطغاة سواء كانوا من أي جماعة سواء كانوا كفار ولا مسلمين، حكم غيبة الطغاة والمجرمين والقتلة والسراقة هم شو الحكم؟ بارك الله فيك. تسمع الإجابة بإذن الله. طيب أخي الكريم خلينا نبدأ نشرع في الإجابة لأن بقية. طيب أخ لا آخذ آخر متصل تفضل. طيب الأخ عبد الله من جدابية. السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل أخ عبد الله. أنت شيخ في الأونة الأخيرة لما أصدرت دار الإفتاء التابعة للبرلمان أصدرت فتوى بحق الإباضية، بعض المشايخ من الغرب من دار الإفتاء الغربية قالوا هذه جهل، هذه الفتوى جهل وكذا كذا، لو قالوا ليس وقتها أنا نعم، أما قول جهل هذا جهل، من قال هذه الفتوى جهل فهو جهل. لماذا؟ لأن وردت دولة في كتاب الجنائز قال ابن القاسم سألت مالكا عن القدرية والإباضية فقال لا تصلى لا يصلى على موتاهم ولا تتبع جنائزهم، هذه المدونة، ولا تعاد مرضاهم. ثم قال ابن القاسم معلقا على ذلك وفين قتلوا أحرار يقصد على الموتى ولا تقتل موتاهم موت الطبيعي. فطبعا المشايخ هذه الفتوى جهل لما أصدرت دار الإفتاء بتاع البرلمان أن الإباضية لا يصلى خلفهم، قالوا هذا جهل وهذا جهل. لا ليس جهل، هي واردة في المدونة، لا تخفوا الحقائق، لا تخفوا الحقائق، هذه في المدونة الكبرى، من شاء شاء ومن قال لا تصلى على جنائزهم. هذه القضية، هذه القضية هذه من أخف الفرقة، يطلع من أخف الفرقة. تمام أخ عبد الله، تسمع غلو وتكذيب وهذا قال لا تكذيب. تسمع التعليق يا أخ عبد الله إن شاء الله، تسمع التعليق بإذن الله تعالى. شكرا جزيلا على اتصالك. الآن دكتور شيخ سامي نبدأ في الإجابة. الأخ محمد بغازي كان يسأل عن تكنولوجيا، يقول هي سلاح ذو حدين، إن كان بعض الناس يستعملها في الطريق الصحيح والسوي وفيما يرضي الله، البعض الآخر لا يفعل ذلك، فيريد توجيه في هذا الأمر. نعم، هي بلا شك سلاح ذو حدين، ويعني كل الناس يغدو، فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. هناك من يجلس على جهاز الحاسوب ويستعمله فيما يغضب الله تبارك وتعالى، وهناك من يجلس عليه ويستعمله في الخير. قد يقول قائل يعني طيب ألم تقولوا لنا أيها العلماء والمشايخ أن درء المفاسد مقدم، فلماذا لا ندرء المفسد الآن ونقفل هذا؟ أقول هذا أمر الآن عمت به البلوى، لا يمكن لأي بلد. أن نحن رأينا وسافرنا إلى بلدان من أشد البلدان يعني تضييقا للحريات كما يقال وقمعا، ولكن شبكة الإنترنت موجودة، يحاولون أن يعني يقننوا أو يضيء لكنها موجودة. فلهذا يعني على أهل الخير أن يبذروا فيها ما عندهم من الخير، لعل رجلا يقرأ رسالتك أو مقالتك أو منشورك فيهديه الله سبحانه وتعالى بسبب ذلك. ثم إن هناك جوانب يعني حسنة فيها كثيرة، هي يعني أحيانا تغنيك يعني عن أن تجتمع بمن تريد أن تتكلم فيهم أو تعلمهم أو تعظهم، يعني قد يكونون في بلدان مختلفة منتشرين، ويعني بهذه التقنية تستطيع أن تجتمع بهم إذا صح التعبير تقنيا وعن بعد، وتستطيع أن تعطي ما عندك من الخير، فهي لا شك يعني سلاح ذو حدين. وحتى أول ما ظهر الجهاز التلفزيون في المسلمين تكلم فيه أئمة وعلماء كبار من الأزهر ومن غيره، وكانت الفتوى السائدة أنه مثل السكين، قد تستعمله في الطاعة في الذكاء في الأضحية مثلا، وقد تستعمله في الحرام، قد تقتل به نفسا عصمها الله سبحانه وتعالى وحرم سفك دمها، فهو سلاح ذو حدين. لا يقال إن الآن انتشر الإجرام وانتشر فيحرم يعني اقتناس سكاكين أو بيعها أو كذا. نعم في بيئات معينة قد يحرم بيع السلاح كما جاء في الحديث، يعني نهى عن بيع السلاح في الفتنة، ولكن لا نستطيع أن نقول أن هذه التكنولوجيا يعني لأن فيها شرا
فنتجه إلى منعها جملة، لأن هذا فيه أيضا تعطيل لمصالح كثيرة، سواء كانت تهم الناس في أنفسهم أو في أقواتهم أو في معاشهم أو في علومهم ومعارفهم وفي أخلاقهم أيضا. نعم، جزاك الله خيرا. الأخ مصباح من غريان يسأل إن كان يلزم الطهارة من الحدث الأصغر والحدث الأكبر في مس، مثلا الآن القرآن موجود في الهواتف النقالة مثلا وفي الأشرطة وفي سيديهات وغير ذلك، هل يلزم يعني مس المصحف أو مس هذا الجهاز طهارة صغرى والكبرى؟ قبل أن نجيب على سؤال الأخ مصباح، أريد أن أعلق على هذا المتصل من مصراتة لو سمحت لي دكتور. تفضل تفضل. يعني نسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا وإياه. آمين. ألو. نعم نعم معك دكتور. نعم نعم شيخ سامي. يعني كلامه على سماحة المفتي، نحن ولله الحمد لا نقول هذا يعني لا تملقا ولا تزلفا، لأن سماحة المفتي لا يعطينا أموالا ولا يطرينا ولا يمدحنا على الملأ ولا يقدمنا للمناصب، لكن عاشرناه واحتككنا به، ومن فضل الله لا نزكيه على الله، نحسبه كذلك ولا نزكي على الله أحدا، علم ودين وورع وحرص شديد على هداية الناس، ويعني حرص على المال العام وحرص على محاربة الفساد. ولهذا طبيعي أن الذي يحارب الفساد الذي انتشر كثيرا، الفساد المالي، الفساد الإداري، الفساد الأخلاقي، لابد أن يناله شيء من أذى هؤلاء المفسدين ومن تأثر بكلامهم. ولهذا نحن يعني نتمنى ونسأل الله الهداية لهؤلاء، ولكننا يعني مطمئنون ومطمئنون ونعلم يعني ما عليه سماحة المفتي وما يدعو إليه، ولم نرى منه مجاملة لا للمؤتمر الوطني ولا لغيره. وعندما تكلم في مجموع من المسؤولين من حكومة الإنقاذ وغيرها، رد على بعض الوزراء في خطأ قاله يتعلق بالمحاكم، المحاكم الحرابة، المحاكم التي تعجل بالفصل في قضايا الحرابة، رد عليه على الملأ يعني بأسلوب علمي ولم يجامله، رغم أنه يمثل الجهة التي ينسب هؤلاء المفتي إليها. فالحمد لله كثير من المفتين في العالم الإسلامي للأسف صاروا يعني في ركاب الحاكم، ما أرادت السلطة الحاكمة قننوه وشرعنوه، يحلونه عاما ويحرمونه عاما إرضاء لهذه السلطة الحاكمة. لم نرى ذلك في مفتي عام ليبيا ولله الحمد. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا وإياه على الحق. آمين. كما نسأله سبحانه وتعالى أن يهدي هذا المتصل وأمثاله إلى الحق. آمين جزاكم الله خيرا. نعم. أما سؤال الأخ مصباح. نعم. سؤال الأخ مصباح عن لمس، إذا كان يتكلم عن اللمس أو مس الهاتف النقال لغير الطاهر المتطهر شيء، وإذا كان يتكلم عن القراءة منه فشيء آخر، يفترقان في الحدث الأكبر. نعم. بالنسبة لغير المتوضئ ولكنه ليس جنبا، فهذا يستطيع يعني أن يقرأ، يأخذ الهاتف بيده ويفتح على المصحف مثلا ويقرأ، لا بأس بذلك. يعني كثير من العلماء المعاصرين لم يلحقوا جهاز الهاتف بالمصحف، يعني في حكم المس لغير المتوضئ. نعم. أما بالنسبة للمحدث حدثا أكبر، الجنب، أقصد الجنب، فإنه يعني الراجح أنه لا يقرأ يعني بلسانه، وإن لم يلمع هو ممنوع من القراءة كما هو ممنوع من لمس المصحف. فإن أراد صاحب الجنابة غير المتطهر من الحدث الأكبر، إذا أراد أن يمسك الهاتف وينظر فيه بدون أن يقرأ بلسانه أو بلسانه أو شفتيه، فله ذلك، لأنه لا يعتبر مسا من الناحية الشرعية. له أن ينظر فيه ويجري الآيات على قلبه للمراجعة أو للتدبر، لا بأس، هذه ليست قراءة بالمعنى الشرعي، القراءة التي تحرم على الجنب. لكن ليس له أن يقرأ بلسانه لأنه جنب، ولو كان من حفظه ولو كان من غير الهاتف يعني. نعم. فأرجو أن تكون واضحة. نعم. ونفس الحكم. أما الحائض طبعا، هل نفس الحكم ينسحب كذلك على الشريط وعلى الديسك وعلى الذي يسجل فيه القرآن؟ نعم نعم، نعم يعني نعم. طيب
نعم الشريط يعني للاستماع هو أبعد من الهاتف، لأن الشريط القديم هذا الكاسيت الذي يسمى بالكاسيت هذا يعني لا تظهر فيه الآيات أصلا للعين. هو يسأل، فإذا قلنا أن الهاتف مع ظهور الآيات عفوا يسأل عن لمس الشريط أيضا. نعم لا ليس في نعم فهذا الذي فهمته. لا بأس بذلك إن شاء الله، لا يعتبر مسا للمصحف الذي يحرم على غير المتطهر طهارة صغرى أو كبرى عند الأئمة الأربعة وجمهور العلماء. نعم أحسن الله إليكم شيخنا، بقي خمس دقائق لعلنا نأخذ بعض الاتصال الأسئلة. الأخ حكيم من تجورة هو سأل سؤالين، لعلنا نأخذ سؤاله الثاني وهو يريد تعليقا منكم عن ما حدث الآن في الجنوب الليبي، قطع الماء على الليبيين. يعني يقول بأن بأسلوبه قال لي ما عندهاش حجة يلجأ لمثل هذه الأمور، يريد تعليقا منكم يعني قطع الماء على أكثر من مليوني إنسان مسلم في الشمال الليبي ولعل أكثر من ذلك. تفضل. نعم يعني هذا السؤال هو شبيه بسؤال الأخ صالح الأخير من العربان أو ما قبل الأخير، يعني عن إضراب المعلمين يعني والفرق، وهل هناك فرق أو لماذا الفرق بين إضراب المعلمين وإضراب وإقفال الموانئ النفطية. نعم. فهذا أيضا يعني كل إضراب سميه إضرابا اعتصاما احتجاجا ضغطا إذا كان يؤدي إلى ضرر عام في الناس، يعني كما تفضلت يا دكتور، يعني أن أمنع الماء عن مليوني مسلم وفيهم المريض وفيهم العجوز وفيهم، يعني هذا لا يباع، يعني هذا ضرر عام يتحمل، يعني يكون خصماؤه يوم القيامة ملايين الناس هذا. نعم. يعني كذلك إضراب المعلمين، يعني سواء إضراب المعلمين، يعني ما دخل الطفل الذي جاء ليأخذ منك العلم، ابحث عن وسائل أخرى لا تضر الناس من أجل المطالبة بحقك. يعني ولكن يعني لا فرق بين إقفال الموانئ أشد ضررا، يعني كان ضرره على البلد واقتصادها يعني واضح ومعلوم يعني. نعم. فلا فرق عندنا بين هذا وذاك، والله تعالى أعلم. نعم. الآن أخبرنا الإخوة أستاذنا الفاضل بأن وقت البرنامج انتهى، لا يسعنا في هذه اللحظات إلا أن نتقدم بجزيل الشكر للشيخ سامي السعدي أمين عام مجلس البحوث والدراسات في دار الإفتاء الليبية على ما تفضل به، كما أشكر فريق البرنامج الذي أخرج هذه الحلقة وبث على الهواء مباشرة، وشكر موصول إليكم أيها الأفاضل على حسن متابعتكم، وحتى نلتقي في حلقة قادمة أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. من الظلام يهتدي إلى التقى والنور.